جاو نوامر عندي وليت كنهضر مع الرجاله بزاف، وليت كنخرج مع الرجاله بزاف. قال لي شي كلمه زوينه كنمشي معها، والزوج ديالي ما كيسولنيش، عمرو ما سولني فين بتي ولا فين خرجتي ولا فين جايه ولا فين غادا، ما عندوش هذاك الشيء. نقدر نبات ما يقوليش فين بتي، نقدر نمشي ما يقوليش فين مشيتي، نقدر نجيب الفلوس ما يقوليش منين جبتيهم. انا صافي غير سيري راني نتايق فيك، ولا راني عارفك شنو تديري، غير سيري ديري اللي عجبك. لا تيق فيا ما كيقولش، كيقول هذه ما كديرش، ولكن شي بعد ما يوقف معايا الزواج، ولكن انا ما كنقول لهمش انا مزوجه. انا اللي كنمشي معاه كنقول لهم طلقه، ما كنقول لهمش انا مزوجه. الخدمه هي انا، واخا ان ولادي حتى هما كيشدوني وكيعنقوني وعارفين هذا الشيء، عارفين انني انا عندي بناتي، عارفين اني كنخرج، عارفين مسألش على ولادي، حيت انا كنشوف بناتي هما مرادين داك الشيء اللي كندير وكيديروا لي خاطري. هي محتاج انها تسمع هضره زوينه، ولكن في نظرك هذا الحل ماشي حل. انا ديما كنطلب لها واحد الحاجه، هي الهديه من عند الله ربي اللي كيهدي. انا اللي نقدر عليه كنطلب لها بلي هدايا ديالها كنحبش. انا ما نتعلمش ماما من ماما شي حاجه خايبه، يتعارف الوقت عارفه ربي اي واحد راه كيحاسب. الصراحه باغا نقرا وباغا نعوضها، الصراحه باغا نكمل قرايتي ونعوضها. كنتمنى الناس اللي كيسمعوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا لاباس عليك؟ صافا خويا الحمد لله. صافا امورك على خير؟ لا خويا ربي يخليك. مرحبا بك نورتينا. ربي يخليك، شرف لي انني ندوز معاكم في البرنامج. شرف لينا. شوقتني الادمين، شنو الاسم مستعار بعدا؟ خديجة. مستعار ماشي الحقيقة ياك؟ مستعار. صراحة شوقاتني الأدمين، قلت لي ضروري تدوز هاد القصة هي الأولى، قلت لي ضروري عندك دوز شي رقم من غير هذا، فأنا شوقاتني القصة ديالك خديجة. القلب عامرة خديجة. شكرا خويا الله يخطيك. شكرا الله يخطيكم. القلب عامرة خديجة بزاف. مرحبا. قبل ما تعاودنا خديجة، يلا فضل اللحظة كلشي دار جام، كلشي دار بارطاجي، واللي دارها يكتب لنا تمت العملية بنجاح، ودعوا لي مع الأمهات واللي دعا معاهم، الله يعطي المهمته بالمثل. تفضلي خديجة، عاودي داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك خديجة. أخويا القلب عامر بزاف خودي راحتك، ولا نبقاو معاك حتى الغدا. أخويا شغنقول لك، أنا مني كنت صغيرة حليت عينيا في الدار، كنلقى الأم ديالي ديما مضاربة مع الأب ديالي، ضربوا مشاكل وداكشي، وفاش كيكون با كيضرب مع أمي كينوضيش عليها العافية في الحوايج، كنبقاو حنا نهربوا وعايشين بواحد الرعب. من بعد خويا مشى هز راسو، يعني اختفى. مشات الوالدة ديالي طلقت راسها تزوجات بواحد السيد. المهم اخويا داك السيد، انا مني كنعقل كنت كنعس، عندي ثلاثة دخواتاتي، خلانا الوالد فاش مشى خلانا حنا ثلاثة دالخوت، وحدة شداتها رباتها خالتي، وحدة رباتها جداتي، أنا اللي بقيت معاهم. خويا كنت كنعس مع الوالدة ديالي، كان هكايا مع أمي وراجلها، كنعس فوسطهم. راك عرفتي بنادم صغير كيمشي يبغى ينعس من فوسطهم، كنحس بشي حاجة هي هذيك. انت ناعسة مع راجل امك وسميشو وماماك؟ ناعسة وسطهم، كيخلي الوالدة ديالي حتى كتنعس كينوض. كنحس بشي حاجة هي هذيك، ولكن انا ما كنعرفش شنو واقع، فهمتيني؟ عقل صغير ما كنعرفش. حتى ولا كيديرها ليا باينة.
خويا من بعد انا كنت دخلت المدرسه وكيدير هذه انا ما كنعرف والو، كنمشي عند صاحبتي كنقول لها راه ماشي شبه، حيت كنعيط له ماشي شبه، كيدير لي كيدير ليا كتجيني عادي. خويا من حيت كبرت وصلت هكايا السابعه وداك الشيء، ولا كيطلب مني انني الناس معاه مقابل الا بغيت نقرا، الا كيقول لي الا كنتي باغا تقراي وباغا هاد الكتاب خاصك تنعتي معايا. وخويا انا كنضطر نديرها حيت ما عنديش البديل، انا باغا نقرا حيت الا ما درتهاش اول حاجه غيضربني، ثاني حاجه ما غيعطينيش باش غنقرا. ما تقوليهاش لامك، بقى داك الشيء بزاف. شي بعد مرات كيبغي يغتصبني كيقول لي ما تخافيش راه ما غيوقع لك والو، انا ما كنخليهش. من بعد اخويا وصلت الكاطريام، خرجت كنخدم هكايا في الصيف وداك الشيء. نبقى من السابعه حتى الكاطريام هو تيتعدى عليك. اي اخويا وماماك ما عمرها لاحظت شي حاجه؟ ما عمرها شافت شي حاجه؟ لا ما كاينش اغتصاب، غير المهم راك عارف. فهمت. الوالده ديالي كتمشي للخدمه، كانت كتخدم كيرجع عندي، او لا الوالد ديالي كتمشي للسوق كيجي لعندي. المهم او لا الا ما كانتش شي فرصه كيخلي الوالده ديالي كيصيفطها لدارهم كيقول لها سيري سافري، انا جالس مع البنت، انا ما بغيتش اخويا كيتكرفص عليا ولا كيتبعني للمدرسه كيقول لامي هانتي شوفي بنتك فين غادا، هانتي شوفي بنتك معايا من غادا. صافي انايا اضطريت باش نقول الوالده امي راه شنو كيدير لي شنو كنقول لها راه كيتعدى عليا، هي ما تيقاتنيش. المهم ولا حتى العنف من عند امي، حتى العنف ولا من عند الوالده، كتبقى تضربني كتبقى لدرجه ان شي بعض المرات الا درتي شي حاجه بسيطه كتشد القنبه كديرها ليا في عنقي كتبقى تقوجني وكتبقى تعطيني فلاسه. دابا في عمري 47 عام وما قديتش ننسى داك الشيء. شحال عندك دابا؟ 47 عام. عندي 47 عام طول العمر شحال. وما قديتش ننسى شي داز علي، حيت هاد الفترة ديال حياتي هي اللي خرجت عليا. خويا صافي بديت كنخرج، خرجت من القراية حيت ما بقيتش باغا داك الشيء. خرجت من القراية مشيت كنخدم شنو كيدير ليا؟ فاش كنجيب السيمانة ديالي كيتعرض ليا كيقول لي عطيها ليا، كنضطر انا كنعطيها ليه الفلوس، كيقول لي الفلوس الخاصه ديال السيمانه كيقول لي عطيها ليا وما تقوليهاش لامك. انا كنخاف ما كنبغيش نقول لامي شي حاجه. وفاش كنت خدام كنت خدام في الجرادي ديال الفلاحه، تززي الفارم ديال الفلاحه، تززي الكربات وتقلي الكربة، كنوض مع الربعة الصباح كنضل غيبة ما كاينش اللي غيسول فيا، سواء غابت ولا ما غابتش ما كاينش اللي كيسول فيا، المهم انني نجيب الفلوس. فاش كيشد ديا السيمانة ديالي الوالدة ديالي شي بعد مرات ما كنخدمش كنجلس نفطر معاهم، هي ولدت معاها ثلاثة ديال الدراري، بحال كنجلس في الماكلة ولا نجلس معاهم فطر، تقدر كتعطي لولادها وأنا كتخليني كنقول لها أمي كبي ليا، كتقول لي البراد كبي الراس، البراد خدي الراس، كشتي اللي كتخدمي وما كتجيبي والو. ما كنقدرش نقول لها أمي راه داكشي اللي كتشدي كتاكلي انتي وخوتي راه من عرق كتافي. حتى واحد النهار قالت على خالتي حيت كيشوفوني كنمشي للخدمه ما كنديش معايا الماكله، كنمشي كنبقى مع خالتي ناكل وهادي، وهي كتقول لي علاش ما كتجيبيش، كنقول لها خالتي ربا كيدي ليا الفلوس. هي تمشي عند امي قالت لها شتي هاد الفلوس اللي كتاكلي راه ديال بنتك مسكينه.
قدك اللي راه ديال بنتك وهكاك ما اعترفت بشي حاجة. صافي صافي انا بقيت كنكذبش عليك وليت في الليل كنخاف الناس حداهم كنخاف الناس يعني الى الناس ماشي في مأمن كنقول هنا غينوض عندي هنا غيجي لعندي هنا غيتكرفص عليا حتى مش باغا داكشي. صافي واحد النهار هي قال لي يا اما يا اما قال لها امي انا امي في الدار. تصور بنت 16 عام خارجه من دارهم في نظر فين غادي تمشي؟ غتمشي للزنقه. يعني انا خرجت للزنقه يعني امي ما سولتش فيا انني خرج ولا ما خرج ولا واش انا بيت حداها ولا ما بيتاش حداها. المهم اخويا خرجت للزنقه راك عارف قانون ديال الزنقه. زراجي كانوا ديت مي حوايجك صافي خرجت بلا حوايج مشيت بالتير عند جارتنا على حساب انني الصباح نمشي. ما جات سولت فيا قلت زعما ان امي زعما غادي تسول فيا. ما سولت فيا مشيت اخويا عند مامي قبل مشيت عند مامي حيت سولت عليهم مشيت عندهم بغاو يديروا لي راني صغيره قالوا لي هذه ردوها خدامه عندكم. مشيت واخا هكاك مشيت عند واحد عمي كنت باقا صغيره كينوضني مع 6 الصباح نوضي ديري نوضي شقاي نوضي وجدي للدراري الفطور. انا ما قديتش على ديك الحاله هربت من عنده شربت من عنده. صافي مشيت للزنقة 16 عام مشيت للزنقة كعارف البنت حيت كتمشي للزنقة لاش كتعرض كتعرض للاغتصاب. عاودي لنا شوف خديجة أي حاجة دازت في حياتك در راسك خرجيها أي حاجة. شوف واخا نبقاو معاك حتى الصباح اللي فترة اللي دازت في حياتك صعيبة خرجيها. خويا كنت فكر الوالد ديالي فاش كان كيقول لينا يلا تمشيو معايا وكنقول له لا. انا ندمت على ديك اللحظة شي انا كون مشيت مع الوالد ديالي فاش كان كيقول لينا يلا تمشيو نمشي خويا وما نجلس مع هاد السيدة هذا ما نكذبش عليك حيت فعلا خرج لي على حياتي خرج لي على حياتي. من بعد اخويا خرجت من العابة الفساد وليت كنمشي كل مرة مع واحد كل مرة فين بيتها داك العالم ديال لي بواط ديال الكباريات. ولكن حاجة واحدة انني الحمد لله ما تبليتش الحمد لله ما تبليتش. واحد النهار اخويا خارجين في هكا ماشي وحدين كنا غاديين لواحد البلاصه فاش غاديين باتوا نزل واحد اخويا من واحد الطوموبيل قال له خلينا نمشيو نشوفوا هاد العاهرات اللي جبتو معاكم. قال بالمفهوم ديال بالداري دابا كنمشيتو مع شي وحدين وتلاقاو هما بشي وحدين اخرين هي كانوا دابا حنا غاديين مع جوج وهما كانوا جايبين جوج قال له اجي نشوفوا هذوك العاهرات اللي جايبين معاكم. هذيك الهضره جاتني لودنين يعني بحال جرحاتني ديك الهضره جرحاتني. من تما خويا صافي قررت بانني نبعد من ذاك العالم عامين وانا فيه من تما خويا قررت باش نبعد. مشيت اخويا بقيت نخدم في فاتشي ديال الفلاحه كعارف الكربات عارف المهم الحمد لله الحمد لله على كل حال. تلاقيت مع الزوج ديالي كنت غادا غير معاه فهمتيني كنا غاديين غير ندوزو الليل كنت غادا معاه صافي بقى معايا بقينا كارين انا وياه. وقع لي مشكل معاه حملت بنتي الاولى حتى هو ما تخلاش عليا
الحمد لله ما تخلاش عليا، تزوجنا المهم مزيان، حنا غاديين مزيان. من بعد اخويا ولدت البنت الثانيه، خرجت كنخدم. هادشي مازال ما تزوجتش وما مزوجاش به؟ لا مزوجه به، فاش عرفني حامله تزوجت به، تزوجت به ولدت البنت الثانيه. فاش اخويا خرج تم بداو المشاكل عندي عاوتاني. ركع خرجت اخويا نخدم، وواحد الفتره كنت بغيت ندير دزت في واحد البرنامج كنقلب على الوالد ديالي دوزيم. جاوني الميساجات من تما بدات اخويا ديك القضيه ديال الخيانه الزوجيه. عاودينا بالتفصيل كيفاش؟ حيت انا الزوج ديالي بداو معاه المشاكل، ولا كيهني بزاف ولا كيعيرني بزاف. كنمشي نخدم كيقول لي ما كتمشيش تخدمي، كتمشي تسدي. وانا ديك الساعه والله خويا ما كنت كندير شي حاجه. من بعد خويا كيضربني قدام وليداتي، كيعنفني الاهمال، نمشي ما نمشيش عنده عادي. المهم هو انني نجيب الفلوس ولا ما بقاش يخدم، وليت انا كنصرف على وليداتي وداك الشيء. المهم فاش دزت في مختافون جاو نوامر عندي، وليت كنهضر مع الرجاله بزاف، وليت كنخرج مع الرجاله بزاف. اللي قال لي شي كلمه زوينه كنمشي معاه بالمقابل ولا حيت انتي؟ مقابل اخويا، حيت انا خدامه ما كنبغيش المقابل. انا كنقلب على داك الاهتمام اللي ما كانش عاطيني الزوج ديالي، وعلى داك الحنان اللي تحرمت منه ديال الاب ديالي وديال الام ديالي. يعني انا ما عيشاش داك الحنان، كنقلب فيه في اي راجل كنقلب فيه، اي راجل كنقلب فيه. يعني اي واحد يقول لك كلمه زوينه تقدر تمشي معاه؟ نقدر نمشي معاه، قدر نمشي معاه. والزوج ديالي ما كيسولنيش، عمره ما سولني فين بتي ولا فين خرجتي ولا فين جايه ولا فين غادا، ما عندوش هذاك الشيء. نقدر نبات ما يقوليش فين بتي، نقدر نمشي ما يقوليش فين مشيتي، نقدر نجيب الفلوس ما يقوليش منين جبتيهم، نقدر نكون ما خدامهش وعندي الفلوس ما يقوليش منين جبتيهم. يعني هو فتح لي واحد المجال باش غادي نمشي. ولكن واش مجال ديال الثقه ولا راني عارفك شنو تديري ديري اللي عجبك؟ كيفاش خويا؟ واش المجال ديال انني صافي غير سيري راني نثيق فيك، ولا راني عارفك شنو تديري غير سيري ديري اللي عجبك؟ لا ثيق فيا ما كيقولش، كيقول هذه ما كديرش. ولكن شي بعض المرات كيشك فيا، ولكن انا ما كنخليليش المجال فين يشك فيا، حيت انا خدمتي كنقدر نخدم بالنهار، نقدر نخدم بالليل. يعني انا كنكون مشيت مع شي واحد ولا شي حاجه كنقول ليه انا غدا خدامه، هو ما كيسولنيش. واخا انني هادشي ما كيعجبنيش وضميري كيأنبني وبزاف ديال الحوايج، وحتى كنقول يا ربي عفو عليا من هادشي، ولكن هو كيردني لهادشي باش كيعاود يتعامل معايا بديك القسوه وداك الاهمال، وما كيسولش فيا ولا في ولادو. كنعاود نمشي ندير داكشي. وهادشي خويا كيضرني بزاف في خاطري وكندم عليه، ولكن صافي انا مشيت في هاد الدوامه عادي. يعني كنبغي نخرج منها وما كنقدرش، ولفت صافي خويا ولفت. ولفت كنسمع الهضره الزوينه من الناس غرباء من الناس هادي، صافي وليت دخلت لهاد الدوامه ما قدرتش نخرج منها. وفاش كنت اخويا كنوقع ليا مشكل، فاش كنت كنبات قلت لك، فاش كنت كنبات برا كنبات في الغابه، ديك البلاصه اللي كنا ساكنين فيها دايرين فيها الغابه والجبال وداك الشيء، كنمشي فاش كيجريو عليا كنمشي للغابه، كنقدر نمشي نبات في الغار، كنبقى نسميتو بحال تلبست. شكون في الاول ديال والديك ديال راجل امك وامك؟ من صغري، من صغري وانا فاش كنت كنمشي كيجريو عليا شي بعض المرات كنمشي
الغابه ما كنلقاش فين الناس، نمشي للغابه حدانا، نمشي للغار، نمشي بزاف د الحاجه بحال تلبس. واحد الان ما مازال مزوجه؟ مازال مزوجه اخويا. مازال اش غلطي؟ مازال اخويا حيت ما اخويا نكذب، ما قديتش انا كيأنبني ضميري وما كنبغيش هذا الشيء، ولكن الله غالب ما يعني كنبغي نخرج من هذه الدوامه اللي انا فيها، ولكن ما قديتش كذبش عليك، ما قديتش ما لقيتش الحل، ما قديتش نخرج منها. كنبقى كنجلس كنقول انا شنو كندير، شنو هادشي راه ماشي في صالحي، ولكن انا ما قديتش ما كذبش عليك، دخلت لهاد الدوامه وندمت وما قديتش نخرج منها، قديتش نخرج منها. اي 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 يا خديجه ما كنكذب عليك اخويا، ما قديتش دابا وليت ما نقدرش نجلس الا ما هضرتش، الا ما سمعتش كلمه زوينه ما نقدرش اخويا. علاش ما قلتيش؟ بغيت نخرج. واش ما قلتيش نطلق على الاقل؟ غير طلقي وتمشي. انا فاش كنت خدامه وراجلي عنده المحل ضربت عليه تماره، يعني بنيت صلحت فرجت كل شيء، ولكن فين غندي ولادي؟ انا باغا نطلق ولكن فين غندير بعد الولاد؟ غنديو واخا انت شنو غندير بعد الولاد؟ وفي نظرك عندي واحد السؤال، في نظرك ديك الهضره الزوينه اللي جات سمعتها حيت بصح ولا حيت باغي نحاشو؟ كاين شوف خويا، كاين اللي كيكون بصح شي بعض المرات شي واحد كيوقف معايا الزواج، ولكن انا ما كنقول لهمش انا مزوجه. انا اللي كنمشي معاه كنقول لهم طلقه، ما كنقول لهمش انا مزوجه. وكاين اللي كيبغيك على حساب غرض وراك عارف، ولكن انا كيعجبني نسمع داك الكلام الزوين. انا ما نكذبش عليك، انا من صغري وانا محرومه منه، لا من الاب ولا من الام ولا من الزوج، يعني انا كنقلب فيما بان لي واحد كيقول لي شي كلمه زوينه كيعجبني الحال واخا نعرفو انه كيكذب عليا. وانا سميت اخويا وحق الله تعيت، ولكن ما قدرتش نخرج من هذا الشيء. عندي واحد السؤال، تسالين؟ ما عرفت، لا والله ما عرفت. انا شي فاش كنفكر كنقول حتى لين، فاش كنبغي نقطع كنقول واش انا ما غاديش نعاود نسمع هذا الكلام اللي كنسمع؟ حتى انا مراه، حتى انا كنبغي شي واحد يقول لي شي كلمه زوينه، كنجي من الخدمه عيانه واخا ان ولادي حتى هما كيشدوني وكيعنقوني وعارفين هذا الشيء، عارفين انني انا عندي بناتي، عارفيني كنخرج او عارفيني. كيفاش عرفوها؟ وكيفاش عرفوها؟ انا كنعاود لهم حيت ما يمكنليش نخرج الا ما ساعدونيش هما. هما عارفين الحاله اللي كنعيش مع باباهم، وكيقولوا لي ماما سيري. المهم كنقول لهم انا راكم ماشي نتوما وراني طلقت، ولكن انا نتوما اللي شديني مع السيد. كيقولوا لي ماما سيري عيشي حياتك، واخا انهم عارفيني غلطه وما كيعجبهمش هادشي اللي كندير، ولكن كنحس بهم باطنش، ولكن ديك المعزه اللي انا عزيزه عليهم وكيشوفوني بحال هكا كيقولوا لي ماما سيري. راه حتى شي بنت ما كترضى الام ديالها دير بحال هكا، ولكن هما مساكن كيردوها لقلبهم وكيقولوا لي ماما سيري، ماما عيشي فيما لقيتي راحتك سيري، احنا عارفينك ماما شنو كتعيش سيري. وشحال في عمرها ماما؟ عندها 22 والبنت الاخرى عندها 16 عام. خديجة فريمون ضراتني هاد الهضره صراحه،
فريمون قاصح هاد الهضره اللي قلتي والله. انا كضرني انا كضرني حيت كنشوف بنات ما سهلاش مسالهش عليا ومسالهش على ولادي حيت انا كنشوف بناتي وما مرضيش داكشي اللي كندير وكيديروا لي خاطري وما مرضينش يقولوا لي ماما سيري يقولوا لي ماما سيري عيشي حياتك وانا كيأنبني ضميري حيت انا ما كنبغيش بناتي يشوفوني في هذيك الحاله يعني بناتي راه عارفين اني انا فين غاده بناتي كيقراو والحمد لله زعما ما نقولكش الحمد لله ولكن هذه القضيه ديال انني فاش كيشوفوني غاده وكيقولوا لي سيري ماما انا كيأنبني ضميري علاش راه عرفتي راه قلتي واحد الهضره على صعيبه خديجه عرفتي شنو راه ولادك عارفين خديجه عارفين خويا عارفيني لدرجه انهم كيساعدوني كنكون خارج كيساعدوني هل اللي كتجيب لي هذه اللي كتقول لي ماما اتلبسي هل اللي كتقول لي ماما ديري هذه يعني فاش كنشوف ولادي كيديروا لي بحال هذاك الشيء ما عرفتش انا والله خويا ما عرفتش يمكن هما يمكن هما مازال ما عارفينش في الدنيا يمكن لا خويا عارفين وكيفهموا عارفين اخويا وكيفهموا بنت 22 مش ما كتعرفش ممكن ما تكونش عارفه ولكن في نظرك راه كاين مستقبل راه ديما غتبقى لهم هذيك الصوره عمرها غتحيد وممكن ربي يعفو ولكن غتبقى هذيك الصوره ديما شي بعض المرات كنبقى نقول مع راسي يمكن غيتعلموا مني يمكن هادشي اللي كندير حتى انا غيقدروا يديروه حتى هما وكنتمنى لهم ما يعيشوش الحياه اللي عشت انايا باش ما يوصلوش لهادشي اللي وصلت ليه انا يعني انا عايش واحد الصراع مع نفسي لدرجه انني والله خويا ما كنعس والله خويا ما كنعس ونسولك واحد السؤال زعما بناتك الا في المستقبل داروا هادشي اتبغي نعم اخويا الا بناتك في المستقبل داروا هادشي تبغيها لا ما نبغيهاش ما نبغيهاش اخويا ما نبغيهاش يعني شنار اللي داروا هادشي يعني بناتك الا غلطوا شي نهار ما عمرك تلوميهم انت هي النورمال خاصك تنبيهم انت هي اللي حفزتيهم دابا انا داكشي هما عارفيني شنو عايشه وداكشي باش انا كنقريهم كندير فلي في جهدي كنقول لهم قراو شدوا زعما شي حاجه خدموا باش هما يختاروا مستقبلهم باش يديروا بحالي انا ولكن العامل النفسي فين هو ماشي الخدمه المهم هما ماشي من داك النوع اللي كيشدوا ولا ما كيبغيوش يبينوا ليا زعما ما كيبغيوش يبينوا لي انهم راه ما عاجبهمش هذاك الوضع اللي كيشوفوا فيهم فيه ماماهم وهم انا عارفه ما عاجبهمش ولكن ما كيقدروش يهضروا معايا واخ واحد الحاجه يمكن نسيتيها شنو هي خويا ممكن انا وياك ولا غدا ولا بعد غدا وممكن في هذه اللحظه انا ربي ياخذ روحنا باش تجاوبي كنفكر اخويا انا ديما كنمشي فاش كنمشي مع شي واحد ولا كنقول ويلي ربي شد روحي في هذه اللقطه هذه شنو غندير انا مع بناتي وشنو ندير مع الناس وشنو ندير مع ولكن هذاك الشيء كيجرني خويا كيجرني صافي مشيت صافي مشيت كذب عليك مشيت ما قديش نرجع منه حيت الزوج ديالي ما يعطيني شي بسيط انني نولي ولا انه يهتم بيا ويهضر معايا شنو خاصك شنو تصور ما كي الهضره الزوينه ما كنسمعهاش ولو ما تسمعهاش حياتك كامله ولا انا ضدك ولو ما تسمعهاش حياتك كامله واش عرفتي انك راحتي درتي واحد الحاجه من اصعب الحوايج في الدنيا من اصعب الحوايج في الدنيا تفضلي تعيشي حياتك كامله ما تسمعيش ديك الهضره ولا تمشي عند ربي هكا
انا كنفكر فيها والله اخويا انا كنفكر فيها وفي نظرك واخا ولو ولا كتمشي نسولك غير ولو مشيتي وتتسمعي الهضره زوينه لكن عمر خاطرك غيكون مرتاح شنو قيمه الهضره الزوينه وانت عندك اصلا واحد الصراع داخلي ان واخا تسمعي 1000 كلمه زوينه ولكن الداخل ديالك راه ربي اللي عالم به راه قلت لك اخويا انا ما كنعش اقسم بالله ما كنعس وفاش كنجي وكنرجع لداري وكنرجع لمهالي ضميري كيبقى يأنبني ضميري كيبقى يأنبني كنقول انا شنو درت انا شنو درت ولكن كنتمنى والله كنتمنى سيدي ربي يعفو عليا كنتمنى سيدي ربي يعفو عليا ونمشي واخا الذنب ما كيغفروش سيدي ربي ولكن بغيتك تهضري معايا زعما بقلبك في نظرك شنو هي الحاجه اللي تقدر صافي تخليك تبعدي من ديك الطريق ما عرفتش اخويا ما عرفتش انا براسي ما عرفتش بغيت نخرج منها وما عرفتش ما عرفتش شي مره كنتي قلتي براسك تقولي راه الا طرا شي هذه ما غاديش نعاود نمشي في ديك الطريق كنطلب الله كنطلب الله فيما مشيت كنطلب الله يسترني ولكن راه ربي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم انا خويا ماشي ديالي انا خويا ماشي ديال هادشي ولكن دخلت ليه بلا اراده ديالي وما قدرتش نخرج منه ما نكذبش عليك ما قدرتش نخرج منه ممكن كاين 20000 حل اللي ما لقيتش لا كاين ولو تطلقي انا ما نقدرش البرنامج نعم فين غندير بعض الاولاد وانا نضربي عاوتاني عليهم تمارة من الزيرو ويا كنضرب عليهم تمارة باقا كنضرب تمارة انا اللي خدام عليهم انا اللي هزاهم ماشي انت الاولى ولا الاخرى ضربي عليهم تمارة هيك تضربيها تضربيها غير عليهم بوحدك خزي راسك وسيري انا اول مره نقول شي واحد طلق وما ديرهاش ما كرهتش اخويا والله ما كرهتش انا اصلا مخرج من هاد الدوامه اللي انا عايشه فيها ما كرهتش اول حاجه قبل ما ندير هاد الشيء علاش ربي حرمها علينا قبل ما نديرو شي حاجه اخي علاش سول بقول علاش ربي قالنا لا ما ديرهاش ما لقيتش الحل اخويا والله ما لقيت الحل عرفتي ما عمرك غتلقاي الحل ما حدا تقول ما كاينش الحل كاين حل الحل نطلق فين غادي ولادي ولو تجلسي معاهم في الزنقه وتكري بيت بيت وعلى الاقل غير تكوني بنفسك وبحب تقدري تعودي تزوجي اي حاجه الا هكا انا كنعيش صراع داخلي وغتبقي انا غتبقاي وما وشوف انت مع شي واحد تيغرق وتيقول لك وخليها تزيد تغرق ماشي الواحد تيغرق وخاصني نلقى الحل لا انت تقول لك تنغرق وصافي اللي ليها ليها غير فوق ما تبغي ديري شي حاجه تفكري بان راه غنتحاسبوا على كل حاجه تنديروها ما تسونيش من هذا الامر وما تقوليش راه مازال العمر باقي ما تقوليش وما تنسيش بانك راه كيدير واحد الحاجه شي راجلك اللي قال غتقولي لي راه مقصر وفاعل وتارك ولكن راه لا مشي قال حسبي الله ونعم الوكيل تخرج فيك مقصر انا معاك مقصر وما عاطيكش الاهتمام العاطفي وما عاطيكش وما عاطيكش وما عاطيكش ولكن راه كاين طلاق ماشي اول حل هو هذا راه كاين طلاق ما عادش اخويا في نفس الوقت ما قديش نتفرق معاه اخ من نوع ما بغيتش لا اخويا ما بغيتش نفس القصه ديالي تعاود مع بناتي ماشي بالضروره انا وقعت لك انت غتوقع لبناتك لا وليت خويا وليت ولا عندي بحال شي حاجه من هذاك من داك الشيء يعني انا فاش غنشوف بنتي بحال هكا كنشوف يدير لها شي واحد بحال اللي دار ليا وليت معقده من القضيه ولكن راه بنات دابا كبروا وعارفين
وانتي دابا ما بيانسو ما يدوزاش عليك شي حد وعرفتي وانتي راه اللي قال لك اللي تقرص من الحشي والقلم من من من, من الحشي يخاف من الحبل. اخويا ما عرفتش بغيت نخرج منها ولكن ما عرفتش بغيت نخرج منها وما عرفتش ما عجبنيش راسي وكل ليله كيأنبني ضميري وما كنعش لدرجه انني شي بعض المرات كناخذ الدواء ديال النعاس وما كنعش ما كنعش. ولا شتينا اخويا ما تقولش هاد السيده كدير هاد الشيء بزاف دابا شي سبع سنين هادي بزاف وكل مرة مع واحد كاين اللي كندوز مع عام كاين اللي كندوز مع عامين كاين اللي كنمشي معاك شي مع هذا وكنمشي مع هذا يعني انا قلت لك اخويا اللي قال لي شي كلمة زوينة كنمشي معاك عمرو بقى فيك زعما راجلك وقال لك انا راه داير فيا ثقه عمرو قال لك بانه راه طلع معاك راجل واخا انه مقصر هذيك الثقه اللي كيدير فيا راجلي كتأنبني انه كيقول راه مشى ماشي خدامه كيعجبنيش راسي فاش انه هو ناعس في الدار وانا خارجه وغادا وكنقول شو دابا داك واخا كيكون داير لي داك الشيء ما نقدر ما علاش انا درت فيه هاد الشيء كيأنبني ضميري ولكن ما عندي ما ندير لا كيف دير مشيت هاد الكلمه ما عندي ما ندير ما تقولش مشيت مازال كنقول انا غلطت ربي عمره ما غيغفر ليا انا معاك هادشي اللي درتيه راه من اصعب الذنوب عند الله عز وجل ولكن بحال شي واحد يقول لك انا راه تنكم يخليني نزيد حتى الحشيش انا مزبلها مزبله خليني نعميها ربما ربي شافك تتوبي توبه نصوحه ربي يشوف الله غفور رحيم انا معاك ان الله غفور رحيم والشديد العقاب شديد العقاب مع من مع هاد الكلمه اللي قلتي انت دابا هادشي هاد الكلمه اللي قلتي ديال صافي انا راني عاميه واش عرفتي شنو عذاب عذاب الله بزاف ديال الناس تيصحابهم بان عذاب الله سهل ونقول لجهنم هل امتلأت وتقول المزيد راه ما تتشبعش ومن كثره حمرارها اسودت واحد العذاب قالك لا عين رات ولا اذن سمعت شي حاجه ولا خطر على قلب بشر شي حاجه اللي ما عمرك تخيل داك العذاب اللي تيكون شوف غير العذاب الدنيا كي داير شوف غير الا شديتي البريكه وشعلتيها في يديك ما تقدرش تستحملها حتى جوج دقائق حرك عذاب الله كي داير ان الله غفور رحيم وشديد العقاب دابا خويا هادشي اللي كنقول انا غادا ربي عمرو ما غيغفر ليا شوف تيقولك ان الله يغفر الذنوب جميعا ياك كنقول شي بعض المرات ربي كريم يمكن واحد النهار يمكن يعفو عليا الله يمكن نتوب يمكن يغفر لي الله شوف هذه الكلمه ديال واحد النهار راه هي اغلبيه ديال الناس مشاو عليها لجهنم هي واحد النهار غادي ندير حتى لدرجه تنرجعوا تمشيو عند ربي تنقول يا ربي ردني للدنيا ما نعاودش ونبدل بزاف د الحوايج عرفتي راه انت عندك دابا الفرصة في النهار باش انك تبدلي وهاديك غادي يعفو عليه واحد النهار ما عمروش يعفو عليه اي واحد بحال مول كارو تيقولك وراه غنقطع مستقبل ما تيقطعش الشيء اللي ما بداش في ديك اللحظة ما تيقطعش وحتى ربي تيقولك شوف سبب عبدي ديال الاسباب وانا غادي نعينك والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم شوف عندك يصحابك هكا راكي غادي تلقاي الحل انت كب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا انت غادي وغتبقي تغرقي انت مريضه وغادي تزيدي تغرقي انا دابا غارقه وكنت نغرق
حيت غادا وكنزيد في هذا الشيء، ماشي كننقص منه غادا وكنزيد في هذا الشيء. شوفي هو في جاب بناتك واحد النهار غيكبروا، واحد النهار ممكن نشوف تجي عينيك في عينيه. كنفكر فيها كنفكر فيها، راه خاصك تكون فيها. شوف خديجه راه الام هي القدوه، الام هي اللي تقول لها بنتي شوف عمرك ديري شي حاجه، ماشي يا بنتي انا تندير. ما عمرك تلومي بنتك الا مشات تفلى عليها شي واحد ولا خرجت الطريق ولا دارت شي حاجه، عمرك تلوميها. وتقليدها غيبقى حتى هو على رقبتك انت، حيت انت اللي قلتي لها شوف شوف شحال ساهله، راه ساهله. وشوف ما تعطيك الدنيا تصرفيقه طيح، ماشي لا ولو يتزتها مع الدنيا ودينا بنتي ما تغلطيش. بالعكس الام مدرسه قالوا لنا في الصغر هي اللي تتعلم، ولكن انت راه خليتي واحد البند. انا كنفكر كنفكر كنقول شي نهار بناتي حيت نكبر ويكبروا يقولوا ماما انا شوف اش كانت كدير، شوف ماما انا اش كانت كدير، يعني نقدر نكون نحشم نشوف وجههم ملي نفيق، نقدر نحشم نشوف وجههم. يعني دابا انا بحال دابا انا بحال كيجيني داكشي ساهل ولا عندي ساهل، فزينا الشيطان وعملهم سهلة ولا عندي سهل. خديجة نعم، مي غير نعم الشيطان تلها الدرجة، ماشي تلها الدرجة خديجة، ماشي بهذه السهولة، ماشي بهذه السهولة خديجة. داني في واحد الطريق اللي أنا ما قديش أرجع منها، داني لواحد الطريق ما قديش نرجع. خديجة صافي قلت انا بعدا غادي صافي مشيت نكذب عليك اخويا، قلت انا نقول هضره خديجه والكلام الزوين اللي غيخليني نحس براسي بدون كرامه. الله ينعم بوها. كنقول انا مشيت انا من صغري وانا في التماره وانا في العذاب وانا ما بحال كنقول ما عمرني شفت شي نهار زوين خديجه. يعني انا احنا في المغاربه كاملين عفاك، نقول لك غير هاد الهضره هادي وغنخليك تقولي اللي عجبك، اش نسولوا هاد الناس اللي تيتفرجوا؟ راه حنا كنت حنا صغار، حنا ما كبرناش بديك حبيبه واجي شنو العمر ديالي ولدي، حتى حنا راه 90% في المغاربه راه كاملين عامرين عقد نفسيه، حتى حنا حتى حنا ما تربيناش في الحنان وما كبرناش في الحنان، وكاين اللي ما كبرش بوالدي وكاين اللي كبر يتيم وكاين اللي كبر في الزندقه وكاين اللي كبر في الخيريه، وكاين مليون مره معنا دابا في اللايف ولا تتفرج. مهما الراجل قال لك كان بويك ما عمرها سمعتها، ولكن واخا هكاك قلت لا كرامتي. انا خويا راه عمر مي ما علقاتني، لدرجه ان داك الاسلوب اللي كانت كدير معايا مي في التعامل كانت كتضربني وكانت كتعنفني بزاف، لدرجه انني بغيت نديرو مع بنتي باش يلاه ولدت بنتي الكبيره، كنت كندير لها نفس داكشي اللي كدير لي امي، كنت كنشد كنت كرفس عليها مزيان كنطلب الله يسمح لي منها. دابا بنتي كتسمع في اللايف كتفرج في اللايف، قالت لي ماما هضري قولي داكشي اللي بغيتي هضري، لدرجة انني كنت كرفس عليها كنشد كنقص عليها عصا، لدرجة انها ولات بنتي كتكون جالسة حدايا ما كتقدرش تجلس حدايا ديك العصا اللي كنت كنعطيها. كنتقم لراسي في بنتي، داكشي اللي كانت كديرو لي امي فاش كنت صغيره، كنشد بنتي كنقص عليها عصا. حتى مرضات ليا مشيت ديتها عند الطبيبه قالت لي شي واحد كيخلعها عندكم في الدار دار فيها فقر الدم وداكشي، مرضت انا بنتي مرضتها، قالت لي شي واحد عندكم كيخلعها في الدار، قلت لها انا ما عشت داك الحنان ما قدرش نعطيه لبناتي، توليت مشيت نتبع مع طبيبة نفسانية هي اللي وراتني كيفاش نتعامل مع بناتي وكيفاش نعطيهم الحنان الحمد لله. واخا المهم انا خارجه بحال هكا وغاده في واحد الطريق خايبه، ولكن الحمد لله بنتي وبناتي مربيهم احسن تربيه، البنت عندي راه عندها تقرا في لافاك والله نقول لك
وبنتك تتفرج. يمكن انا بقات فيا بنتك بزاف. بنتي كتسمع بقاش فيا طلع وصلنا نازل تسمع والله سبقاش فيا ما تنظنش بان حالها غادي يكون مزيان والله ما حالها مزيان وخا تبين لك راه حالها مزيان والله انا عارفه انا عارفه شي بعض المرات كنبغي نخرج كنبغي نخرج بشي لبسه ماشي المهم حيت انا كنلبس جلابه كنخرج شي بعض المرات فاش كنكون عندي شي موعد كنبغي نلبس العصري ونخرج به من الدار كتقول لي لا ماما ما تخرجيش كنقول لها غنمشي فاش كتشوفني انني اصريت باش غادي نمشي هكاك تقول لي صافي ماما يعني انا عارفه بنتي انني ما بغانيش نخرج بهذاك الشيء قدام الناس كتسمعوا معايا على حساب ولكن انا كندير لي فراسي اش فكرتي في راسك بزاف وما فكرتيش في بناتك بزاف ديال الحوايج حيت انا من صغري وانا كنضرب تماره ضربت على خوتي فاش درت كنضرب على ولادي يعني انا ما كنتش كنفكر في راسي انا ما كنتش عايشه ما كنتش كنفكر في راسي ماشي الحنان ديال الام ديال الاب ديال الزوج ماشتوش يعني انا من صغري الا بغيت شي حاجه لحد الان الا بغيت شي حاجه انا اللي كنجيبها اما شي واحد ما يعطيني شي حاجه بلا مقابل ولكن دابا تحسيني بانك درتي راه كاملين راه كاملين ماشي انتي 90% اللي تتفرجوا راه عاشوا هادشي اللي عشتي ما حشوش في نفس الحنان يمكن تعرضتي لاغتصاب من طرف راجل ماكو هادي ولكن ما تبقى راه النصف ولا 90% راه عشنا هادشي انا اللي تتشوفني انا اللي قدامك في الله وتينا هزيت الكوربات انا هزيت الكوربات ديال التفاح تينا خدمت في الفلاحه انا براسي تينا راه مشيت ضرب تماره وتينا مشيت تنزل الكوربات ديال التفاح على داري وليت فين خدمت اخويا ولكن نقول لك واحد الحاجة وما تقلقيش مني بعد مرات خاص النفس تبعك ما تسمعش غير اللي بغات ربما اليوم جيتني أنانية بزاف مع شي هضرة اللي تقدر تطردني أنانية لواحد درجة كبيرة فكرتي في شهواتك كتر ما فكرتيش للربي للمجتمع للراجلك وعطي درتي واحد غلط لي كبير وبناتك راه واحد الكلمه راه بحال دوزتيها مرور الكرام بناتي عارفي واش عرفتي العذاب النفسي ولا يبينوا لك بان راه عادي راه ما سهلاش تخيلي دابا نجي نسولك شي واحد عارف واش نهار تلاقى مع بنتك وقال لها راه امك دايره وفاعله وتاركه تخيلي انا بنتك تتشوفك بانك واحد البضاعه فهمتي بانك ما عندكش واحد القيمه دائما حنا تنخليو الوالدين هما القدوات واحد المرتبه تيجي يقولك انا ماكرهش نكون بحال امي ونكون بحال با وامي حنا دايره امي وكذا وامي فعله وامي مكافحه وفعله وهما عارفين اني كنكافح عليهم لا عارفين اني كنضرب التمار عليهم راه انا معاك تضربي تمارة ولكن الرزق اللي انت راه هاد الماكله كامله اللي جبتي ليهم واللي درتي لهم قادرين ياكلوه في بلاصه اخرى ربي الرزاق راه حتى واحد ما تيموتش من الجوع راه كاين واحد الحاجه لا خويا يعني شوف اسمعي انا خويا كنخدم بكتافي يعني كنجيب لهم رزقي حلالا اييه انا ما هضرناش على هذا الموضوع هذا احنا معاك راه كاملين انا راه تيضربوا دابا تحاولي تقنعي راسك بانني انا تندير لهم واحد الحاجه انا تنسولك على العامل النفسي ما مرتاحش خويا والله راه ما مرتاحش حتى هما فكري لبناتك وفكري لربي فكري لبناتك وفكري لربي وفوق ما تبغي ديري شي حاجه قولي ممكن هذا النهار غيكون اخر نهار في حياتي شوف ربي شوف الدنوم راه تيخرجوا ودازوا معايا بزاف د القصص ما تنسيش واحد النهار تشوف يقدر يدور لك البزيم عندك
ولا وصلك هذاك النهار ما تلوميش وما تقوليش اش داني حيت كانت عندك 1000 فرصه باش ما يوصلش. هذاك النهار مناش كنخاف حسيتي ما تيطولش واحد النهار عندي كنخاف داكشي كنخاف اخويا الشيء اللي كندير انا يخرج في بناتي. ممكن ممكن يخرج في صحتك اجيني في صحتي نتحمل حيت انا نستاهل. انا كنقول الا بغات تجيني شي حاجه تجي لي انا حيت واحد النهار واخا كتجيك في صحتك كتقولي شداني فعل ولكن ما تجينيش ولادي حيت هما ما عندهم حتى شي دن. ممكن نتمنى الا بغى ربي شي نهار يعاقبني يعاقبني انا ما يعاقبنيش ولادي. كنتمنى ربي يعاقبني هنا قبل ما نمشي الليل ويعاقبني انا ما يعاقبنيش ولادي. هادشي اللي كنتمنى من سيدي ربي. وانا الحمد لله زعما هذا هو سميتو اللي عندي في حياتي. هذا هو المشكل اللي عندي في حياتي. ولكن ريسكو كان مشكل اخر وما يكونش هذا وعندي واحد الدري مربيه مع بناتي كان وقع مشكل اختي اختي من امي كان مشكل حملات والدري انا جبته مربيه معايا. كنقول يمكن سيدي ربي غيغفر ليا في وجه هاد الولد هذا. كنقول يمكن هادشي اللي كندير مع هاد الدري يقدر ربي يغفر ليا حيت انا ماشي ديت هادشي وضميري كيأنبني. خديجة ديما ما ناخذوش اعذار وما نضربوش الشمس بالغربال. ربي نهار تيعفو علينا. شنو ما الشروط ديال التوبه؟ الندم على ما فات. عرفتي فوقاش ربي تيقبل التوبه؟ الندم على ما فات وعدم الاستمرار فيه وعدم التفكير في الرجوع ليه. ثلاثه ديال الحوايج باش تتقبل منك التوبه. ماشي اناني تندير واحد المعصيه من اكبر المعاصي تنقول ورا غادي نديرها. ايه حبسي هادشي وقولي على داك تتحبسي هادشي ياك حبسي وقولي على وجه داك الولد ديك الساعه ربي يعفو عليا ديك الساعه ربي يتقبل مني هاد الاجر ويسامحني على ما مضى. كنتمنى سيدي ربي يغفر ليا خير في وجه داك الوليد وعلى التمر اللي كنضرب على ولادي وعلى بزاف ديال الحوايج. كنتمنى من الله يغفر ليا والله كنتمنى من الله يغفر ليا ويتوب عليا. انا كنتمنى قبل ما نمشي عند سيدي ربي يتوب عليا من هادشي اللي كندير حيت انا بصح ما باغاش ولكن راهي كنخرج للزنقه. دابا كنخرج للزنقه شو هاد كيقول لي شي كلمه زوينه صافي. كنتمنى كون كان الزوج ديالي خدام وقاد بالمسؤوليه ونجلس في داري نخرج من الدوامه اللي انا فيها. اش باش تهضريش معاه وتفرقعي وانا بغيت هادي ودير هادي وانا محتاجه هادي علاش؟ دير اي حل حيت انا الا جلست غادي يجلسوا كاملين. يعني انا بحال انا اللي خدام على ولادي. لا أنا مشكل أنا ماشي مشكل خدمي على أولادك وعلى الأقل يقل قولي شوف بغيت شوية الاهتمام بغيت شوية أنك نحس بيك تتبغيني ماشي تقول لي كنبغيك ولكن غير نحس بيك تجي وتعنقني ونحس بيك بأنني أحسن مرة في الدنيا وممكن نطيح في شي مشكل نلقاك في جنبي. دابا خويا 6 سنين وأنا وهي فارقين يعني هو كينعس في جهة وأنا في جهة يعني فاش كيبغي الحق ديالو كيجي بحال شي سلعة فهمتين اخويا؟ اه كيجي عندي لدرجة ان ولادو كيعرفو الا كان باغي يجي لعندي كي سميتو الحق الشرعي ديالو وكيرجع لبلاصتو. يعني انا تقربي انت منه تقربي كنعيا خويا كنقول ليه يلا نخرجوا يلا نمشيو نتساراو حتى انا باغا نجي من الخدمه واحد النهار عندي ربو في الخدمه كنبغي نخرج كنقول له يلا نمشيو نخرجوا يلا نمشيو نتساراو يلا كيقول لي لا
لا شي بعض المرات خويا كنكون جالسه في الدار هكا كنبغي شي حاجه منه بحال هكا كيبقى يدفعني سيري كيشوفو اش راجل محلولين كنقول له راك راجلي رحنا في دارنا كيبقى يقمعني كنبقى نوصلو كيبقى يقمعني كنبغي نقول الله يلعن الشيطان انا هادشي اللي كندير في الزنقه نديرو مع راجلي كنجي عنده كنبغي هكا شي حاجه ما كيخلينيش كيدفعني. خديجه الالاف ديال الناس يتفرجوا في هاد اللحظه هادي الاف ديال الناس نطلب منهم اي واحد يسمع القصه ديالك كل واحد يكتب ليك نتمنى ربي يعفو عليك نتمنى ما يكونش من هاد النهار عافاكم اللي تيتفرجوا كاع لي كومونتير تيقول لك غير بعين المستجابه يا ربي شنو ربي عافاك بغيت كل شيء في لي كومونتير كاملين كل شيء كتب ربي يعفو عليها ابتداء من هاد اللحظه عافاكم يا على قبل وليداتي يا ربي على قبل ربي ليش على قبل ربي هو الاول وعلى قبل ذاتي على قبل سيدي ربي وعلى قبل وليداتي وعلى قبلي انا كل واحد لا كنتمنى ربي يعفو عليها ابتداء من هذا وكزيدوا ابتداء من هذه اللحظه من تكتب تفرج في اللايف نطلبك انا عارف بالموقف اللي تدوزي منه صعيب نعيط لك الهام نعيط لها الهام عارف بان هذا من أصعب الفترات في حياتك واش صعيب عليك ولكن راه انك تخليها تمشي ماشي حل بالعكس تخليها تمشي وما تعينيهاش باش تمشي وقولي بلي ما عاجبنيش وما باغياش وما متقبلاش مهما زعما الا بصح تبغيها الا بصح ماماك ما اثرها مشاكلها ولا ما تخليهاش تمشي حيت راه ماشي حل واحد النهار غادي تتمنى يرجع للزمن اللور وتقول يا ريت كون ما خليتش ماما كون ما خليتش ماما نتمنى منك ماماك ما عمرك تخليها وما تعاونيهاش نتمنى منك خديجه نعم خويا نتمنى الله انك تجلسي غير بينك وبين راسك بنتك كاين حداك لا هي في بيت وانا في بيت تقدري توزعي لنا الا بغات بيان سور الا بغات نشوف اخويا الا بغات الا بغات الهام كلشي درجة ما عافاك باش ما يحبش الله كلشي درجة أجي أطري معه عافاك خليها بوه حديجة سعود بخاطرة أجي أخذ كسي أطري عادي سلام السلام عليكم واخا تقلتي بوحديتك ما بغيتش ماماك تسمعك إلا كان ممكن ها هي تمشي عارف بغيتك تهضري مع بغيتك تكون عين بغيتك انتي واخا انا بوحدي في البيت انتي كي دايره شنو نعيط لك الهام واخا الهام يا الهام تقدري تهضري انتي قولي اللي عجبك بغيتي تقولي شي حاجه صراحه بغيت غير نوضح واحد الحاجه حيت كنقرا لي كومونتير وواحد الناس ما فهموش واحد الحاجه انا واحد الحاجه اللي ضراني صراحه في القلب ديالي هي ماما صراحه كتضرب تماره بزاف ملي كتجي وإيديها مضروبين يعني طيبين بجافيل وبالبرودوي اللي كتستعمل صراحة كيبقى فيا الحال وأنا باقي لا كنقراو
وصراحة كنخدم قليل وكنعاونها شويه الى قديت وكتبقى فيا. وداكشي علاش ما كنقول لها والو، كنخليها الى بغات تفرح شويه هي تقدر تبغي تفرح، راه حيت كضرب تماما بزاف ديال الحوايج وانا ما كنزعم نظرك هادي غتفرح نظرك غتفرح. لا صراحة لا نظرك هذا حل، لا حيت الدنيا فانية، احنا ما نديو معنا شي حاجة، نديو معنا غير الأعمال ديالنا. ولكن ما صراحة كنهضر مع ديما وكنبغي نصحها، ولكن ما عرفتش يقدر الشيطان ما عرفت. نقدر نطلب منك واحد الطلبة يا إلهام؟ واخا مرحبا. ما تخليهاش إلا بصح عزيزة عليك، ما تعاونيهاش إلا بصح عزيزة عليك. أنت عارفة بأن هادشي ما لا مع ربي لا مع عبدو ما مخرج، واحد النهار يقدر تسمعي شي خبر اللي ما غيعجبكيش يا إلهام. صح، وانا ماما عزيزة عليا، ماما هي حياتي صراحة، هي اللي عندي. وبعد مرات الحب إلهام ديال الوالدين تخلينا نمنعهم باش ما يديروش داكشي، بالعكس راه ماشي المعزة هي اللي تخلينا نخليهم يديروا الأغلاط، بالعكس المعزة ما نخليكش حيت تنبغيك، ما نخليكش ما نبغيش نشوفك راكي قل، ما نخليكش حيت ماشي نشوفك تالفة ونقول لها صافي ديري اللي عجبك راكي تالفة، امك تالفة تيفات إيه محتاجة أنها تسمع هضرة زوينة. ولكن في نظرك هذا حل ماشي حل. انا ديما كنطلب لها واحد الحاجه هي الهديه من عند الله، ربي اللي كيهدي، انا اللي نقدر عليه كنطلب لها بلي هدايا ديالها، ربي يهديها واحد الحاجه ممتاز كيقولوا راه يقدروا بناتها يتعلموا منها، بناتها يتعلموا منها. انا بعدا عندي 22 عام ما غاديش نتعلم من ماما ماشي حاجه خايبه، انا نتعلم من ماما الصبر. وصراحه كنشوفها ديما خدامه وكتجيب فلوس حلال، وتقدر مره كتبغي تخرج هذاك النهار نعرفها، ولكن يعني راه كتخبو بزاف ديال الحوايج. انا ما نتعلمش ماما من ماما شي حاجه خايبه، حيت عارفه الوقت، عارفه ربي اي واحد راه كيحاسب. الصراحه باغا نقرا وباغا نعوضها، الصراحه باغا نكمل قرايتي ونعوضها. كنتمنى الناس اللي كيسمعوا الصوت ديالي بغيتهم ربي، بغيتهم يديروا معايا ربي يسهل عليا باش نعوضها، هي خوتي وبابا تاعهم. والله الا صراحه كيش ما نقول صراحة تحسي براسك انتي مرتاحة عايشة طبيعية، صراحة تحسي براسك بأنك مرتاحة. لا ما تا وحدة ما كترضى على هاد الشي، تا وحدة ما عمرك سمعتي شي هضرة هاد دراجك؟ لا ما عمرني سمعت شي هضرة، انا كتصدرني غير ماما مني زعما كنشوف هاد دير هاد الشيء، وربي راه يعني كيعاقب اي واحد، وكنخاف ربي زعما يعاقبها شي نهار بشي حاجه وهي عزيزه علينا. نطلب لها ديما ربي يهدي. تقدري توعدينا بانك عمرك عمرك تعاونيها؟ لا كنوعدك عمرك، بس ربي يسهل عليك. دابا انت راكي بكل حاجه راه تجي تحسب عليك يا إلهام. لا صافي ما بقاش نعاود. وبالعكس الحب بعض المرات يخلينا نخليو الناس ما يديروش داكشي اللي بغاو ويمشيو في الخطأ. ما شاء الله كل شيء تيدعي معاك، كل شيء بغاك يا إلهام، كل شيء هنا في لي كومونتير. الله يوفقك فريمون، قصك قصة أنا بصراحة والله ما كرهتش، ندير شي حاجة باش ما نخليهاش براسك.
والله ما كرهت اي حاجه نقدر نديرها باش ما تبقاش. في نظرك شنو هو الحل باش ماما ما تبقاش؟ ما عرفتش، خاص ماما تقتنع ان الحياه دايزه وما خاصهاش تكون بابا، حيت على الاقل مثلا غير طلق منه، ولا انا ما بغيتش طلق منه. بابا دير، ولكن بابا طريف الصراحه. ما تقدريش تهضري مع بابا انت؟ ما تقدريش تهضري مع باباك اهتم بيها صراحه؟ ها ما نقدرش نتدخل في هذيك الشيء، كبير عليا صراحه. بينو لا 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 تقدري تدخلي اي حاجه، ولكن ما تدخليش في هادشي اللي تدخلي فيه دابا، هذا هو اللي صعب. بالعكس صلحي بيناتو، صلحي، ديري السبب. واخا شوف حيدي هذيك حشومه وانا وما نقدرش نهضر معاك، لا وصلي عليه باي طريقه. بغيت نهضر معاك، تنحس ماما تضرب علينا تماره، وتنحس ماما راه مقهوره، وتنحس ماما راه هي باغاك وانت ما باغيهاش، وتنحس بها بانها صافي عيات، وتنحس دير اللي عليك، ماشي حيب، ماشي ما فيهش حشومه وما نقدرش وعلاقتي ببابا محدوده، لا خاص ماما تحاول صراحه. ماما خاصها غير تقرب منه وتحيد مثلا التليفون، ما تبقاش تشد التليفون بزاف، تحاول تقرب منه هي. هي كتبقى صراحة الهضرة، كتبقى تهضر في التليفون وبزاف ديال الحوايج. وأنا صح ديال خوتي كنرد ليهم البال وبزاف ديال الحوايج، يعني بحال تكون صراحة نقول هاد الهضرة بحال تكون ماما وراها قلي ما عاشت بالصغر ديالها كتعيشها دابا. ما كرهتش، وقسما بالله ما كرهتش. انا لو كان بيدي شي حاجه نقدر نديرها وماماك ما ديرش هادشي، والله ربي اللي شاهد. حيت بصح اترك هضرتك بنتي لي يا رشكوك العقل اللي عندك عند ماماك تاهي. الله يهديها، ربي كيهدي اي واحد، ربي راك يهدي، كنطلبوا له الهدايه. ولكن ربي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربي راه ما تيعاونش حتى تيكون هذاك باغي يبدل راسو وتيدير السبب باش يتبدل. صح بصح الهام، نتمنى كل شيء اللي تتفرجي ديما الهام، نتمنى من ربي انه يجعل لك في حياتك ما تبقى منه فرحه وسعاده، ويهون عليك هذا الالم اللي تدوزي منه. مين؟ كل شيء دي معها. عندك 22 سنة إلى معك. 22 سنة. الله يفرح قلبك. نشكرك بزاف. أنت اللي قلتي لماما كتطلع ولا هي اللي غتطلع؟ لا صراحة الفكرة كانت ديال ماما، ما أنا غير قالتها لي اليوم. قلت لها نطلع واحد اللايف ديالي. وعدتينا ياك. انت راه وعدتينا قدام الالاف ديال الناس بان ما غتعينيش ماماك باش انها تمشي في ديك الطريق، ياك؟ وعد 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 الحر دين عليك او دين عليك تاني يوم القيامه. نشكرك بزاف الهام، تقدر تدوزي لنا ماماك؟ واخا شكرا. بالعكس بالعكس، كلشي ديما اثرت فيا الهضره ديال البنت بزاف، والله الهضره ديال البنت اثرت فيا قسما بالله، الا طرات فيها الهضره ديال الالهام ترى عيني، اقسم بالله الا فيا البكيا، قسما بالله الا قلبي ضرني وفيا البكيا. السلام خويا الهام. خديجه. نعم خويا. والله بنت ما باغاش. ها عارفه ما باغاش، وكنطلب كنطلب من المشاهدين المتتبعين ديالك يدعيو ليا مع بنتي، يسهل عليها الله. وانا كنقول لها، كنقول لها بنتي الا سهل عليك الله نقدر نمشي ناخذ شي حاجه، شي هكا ندفعوا شي بارتمان. قلت لها نطلق من بابا ونمشي.
غتمشي غتمشي وغتكملي بان ليا. لا ما نكملش خويا ما نكملش من دابا. ولا ما حبستيش من دابا راه ديك الساعه راه غيكون كثر. الا من دابا ما حبستيش كنتمنى خويا نتمنى اننا بنتي شتي تخدم واللي قسم الله تجيبو ليا ونجلس مع اخواتها ما نخرجش لهذاك العالم. والله تتمنى من قلبي تعيطي لي، والله الا تامني بالله قسما بالله الا تنتمنى تعيطي لي وتقولي لي بادر واش تحكي على واحد السيده. انا راه الحمد لله رجعت حياتي واحده اخرى. كل شيء تخيلي الالاف الناس يدعوا معك وتيدعوا مع بنتك. توعدينا تبداي صفحه جديده. ربما ربي اليوم جعل لك سبب هاد الناس يدعوا معك، وربما ربي يجعل لك تقدري انت تبركي على راسك. دعوا معايا كل شيء تيدعي معك، راه كل شيء هاد الاغلبيه اللي تيتفرجوا راه امهات واباء، كل شيء راه تيدعي معك. كل شيء يدعي معك. يعاتبوني ولا يعيروني ولا يقول لك غاتعلموا من ماماهم. انا الحمد لله كنربي في ولادي الاخلاق، تنربيهم كنقول لهم هذه خيبه هذه زوينه، كنقول لهم هتجيبوها بالحلال ما تخرجوش للطريق. الحمد لله انا واخا كحضنه على وليداتي، وراك شفتي البنت ديالي، البنت الاخرى غير نعسات وما كنعطيك تهضر معها وتشوف تيا زعما. الحمد لله الا جيتي سولتي على بناتي كيقولوا الله عمر هذا، وحتى انا الا جيتي سولتي عليا، ولكن انا هادشي هو اللي خايف فيا. كنطلب من المشاهدين يدعوا معايا ويدعوا لي مع بنتي ان شاء الله. كلشي تيدعي معاك والله الا كلشي تيدعي معاك من قلبه. وما يعاتبونيش حتى هادشي انا ماشي بخاطري اخويا. انا هادشي اللي انا فيه وصلت ان لواحد المرحله مرض وليت كنطيح ولا في داكشي كيطيحني وكيقولوا لي اللي ديري لينا ولا كيبينوا لي شي حوايج. يعني انا القران ما نقدرش اخويا نسمعو، الصلاه ما نقدرش نشوف فيها، التسبيح ما نقدرش نهزو، الاذان ما نقدرش نسمعو. يعني هادشي مرضني في حياتي. تقدري تقولي لي كيفاش تسكنيها؟ من الاحسن بلاش، قريبه لك السلام؟ قريبه ليا؟ لا قريبه لك؟ قريبه ليا. واخا نقدر نعطيك واحد الرقم ديال واحد الصديق ديالي راقي، مش عنده؟ جيت اخويا عند جوج ولا ثلاثه. هذا شوفي اختي، هذا بدون مقابل، بلا ريال بلا جوج بلا والو، غي ومتمكن بلا ريال بلا جوج. مرحبا حيت وليت هذا في طاكسي نسمع مول طاكسي كي شاع القران نقدر نطيح. شحال مره كنعيط لبنتي ولا جرى ما بقيتش قد نمشي للخدمه كنطيح، وليت كنهضر ولاو كيطلبوا مني شي حوايج نديرهم انا ما باغاش نمشي لهم في ديك الطريق، ولاو كيعذبوني ولا بحال كيهددوني. حتى هاد العامل مأثر عليا بزاف. بعد المرات مع راسي كنقول نمشي لطبيب نفساني، حيت انا كنحس براسي بحال كنعيش انفصام في الشخصيه. واخا انا غادي نصيفط لك الرقم، انا غادي نتواصل معاه ياك باش يتواصل معاك. واخا ان شاء الله. سمعتيني، انا غادي نصيفط ليها الرقم ديالك وغيتواصل معاك ان شاء الله. غير مو انسان من اطيب خلق الله وبدون مقابل ان شاء الله. اخويا توعدينا انك تحاولي، توعدينا؟ انا رصفت لها الرقم ديالك، توعدينا؟ نوعدك اخويا انني غادي نحاول.
نحاول مشي تحاول. أما باش اللي غتبداي باش منقدرش خويا أنا منقدرش نوعدك أنني غنحبس مرة، ممكن نوعدك بأنني غادي نحاول أن كلشي ديما ربي كلشي ديما فاكو يا ربي يا ربي. والله تنتمنى من قلبي تعيطي لي شي نهار ونلقاك احسن من دابا خديجه فريمون. كلشي عافاك، اي واحد سمع القصه ديالي يلا كلشي خلي لها كومونتير، بغيت لي عافاك لي كومونتير كاملين كلشي تيخلي العافاك امانه عليك. ربما هذا اليوم الدعوه مستجابه وغير 40 مستجابه، ربما دعوتك انت مستجابه، لي كومونتير كاملين دعوا معاه ومع بنتها. والله انا غنتظر تعيطي لي شي نهار، نتمنى تعيطي لي شي نهار الها ان شاء الله.